السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعلم طريقة نقل الملف من الهاتف إلى الحاسوب وبالعكس من الحاسوب إلى الهاتف. كل ما نحتاجه هو سلك الموصل للشحن لنقوم بربطه في الهاتف والحاسوب. لنتابع الطريقة. بعد أن قمنا بتوصيل سلك الشحن في الهاتف وفي جهاز الحاسوب، ندخل إلى ماي كمبيوتر أو ذيس بي سي، ثم ننتقل إلى الهاتف، ثم نقوم بفتح رمز الهاتف. بعد أن قمنا بفتح رمز الهاتف أو إدخال كلمة المرور، نقوم بفتح الفولدر. بهذه الطريقة نستطيع نقل الملف من الهاتف إلى الحاسوب وكذلك في العكس من الحاسوب إلى الهاتف. ندخل إلى الصور، نرغب بنقل صورة. مثلا لم نجد الصورة التي نرغب بها، نقوم بالبحث عن اسم الصورة، ثم يقوم بالبحث. ننتظر عملية البحث. الآن هذه هي الصورة. نقوم بنقل الصورة إلى الديسكتوب مثلا. الآن قام بنقل الصورة إلى ترون هذه هي الصورة التي قمنا بنقلها. نتمنى بأن هذا الفيديو كان مفيد لكم.